لنقل أن لدينا المعادلة سبعة سبعة x يساوي يساوي أربعة عشر الآن وقبل أن أحاول حتى حل هذه المعادلة ما أريد القيام به هو التفكير قليلا عما يعنيه هذا في الواقع 7x يساوي 14 وهذا هو بالضبط كما لو قلنا 7 ضرب x دعوني أكتبها هكذا 7 times أو ضرب x سوف أكتب x بالبرتقالي مرة أخرى 7 ضرب x يساوي 14 يساوي 14 الان يمكنك القيام بذلك في ذهنك وبامكانك ان تذهب الى جدول ضرب 7 وتقول حسنا 7 ضرب 1 يساوي 7 اذا هذا لن يعمل و2 ضرب 7 يساوي 14 بالتالي 2 صحيحه هنا اذا ستكون قادرا على حلها فورا بامكانك ذلك على الفور فقط بتجريب عده ارقام في النهاية ستقول هذا سيكون اثنان، ولكن ما نحن بصدد القيام به في هذا الفيديو هو أن نفكر كيف نحل هذه المعادلة بشكل منهجي، لأننا سوف نجد أنه كلما زادت هذه المعادلات تعقيداً لن تكون قادراً على مجرد التفكير فيها وحلها في ذهنك لذلك انه من المهم اولا ان تفهم كيفيه التعامل مع هذه المعادلات والمهم اكثر ان تفهم ما تمثله في الحقيقه هذا يعني حرفيا 7 ضرب اكس يساوي 14 في الجبر لا تكتب علامه الضرب هنا عند كتابه رقمين بجانب بعضها البعض او عددا بجانب متغير كهذا هذا يعني فقط انك تقوم بالضرب إنها مجرد اختصار تعبير مختصر وبصفة عامة نحن لا نستخدم علامة الضرب بسبب أنها مشوشة لأن X هو المتغير الأكثر استخداما في الجبر إن كنت تكتب 7 ضرب X يساوي 14 لو أكتب 7 ضرب X يساوي 14 علامة الضرب أو X غريبة بعض الشيء ربما ستبدو وكأنها XX أو ضرب ضرب إذا عموما عندما نتعامل مع معادلات خاصة عندما يكون أحد متغيرات X عليك ألا تستخدم علامة الضرب التقليدية بإمكانك أن تستخدم شيئا كهذا بإمكانك أن تستخدم نقطة لتمثيل الضرب يمكن أن يكون لديك سبعة ضرب X يساوي أربعة عشر ولكن هذا لا يزال غير مألوف بعض الشيء. إذا إذا كان لديك شيء ضرب متغير، عليك أن تكتب فقط سبعة x وهذا يعني حرفيًا 7 ضرب x. الآن، ولكي تفهم كيف يمكن التعامل مع هذه المعادلة إلى حلها، دعونا نتصور هذا. إذًا 7 ضرب x، ما هو ذلك؟ هذا نفس الشيء لذلك انا سوف اعيد كتابه هذه المعادله ولكنني سوف اكتبها بالشكل المرئي اذا سبعة ضرب اكس وهذا يعني حرفيا ان اكس تضاف الى نفسها سبع مرات هذا هو تعريف الضرب بالتالي حرفيا اكس زائد اكس زائد اكس زائد اكس زائد اكس زائد, X زائد, X زائد اذا زائد اكس زائد اكس اذا هذا هنا هو حرفيا 7 اكس هذا هنا دعوني أكتب ذلك وهذا هنا هذا هنا هو 7 اكس الان هذه المعادله تخبرنا ان 7 اكس يساوي 14 لذا أقول أن هذا يساوي أربعة عشر ودعوني فقط أرسم أربعة عشر كائن هنا لنقل أنه لدي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر إذا نحن نقول حرفيا أن سبعة إكس تساوي 14 شيء، هذه عبارات متكافئة. الآن السبب أنني رسمتها بهذه الطريقة هو حتى يمكنك أن تفهم ما سوف نفعله عندما نقسم كلا الطرفين على سبعة. لذا دعوني أن أمسح هذا هنا. لذا فإن الخطوة القياسية لا أريدك أن تفعل ذلك. دعوني أقوم بهذا، دعوني أرسم تلك الدائرة. إذا بشكل عام كلما قمت بتبسيط معادلة إلى إلى معامل إنها ليست سوى عند ضرب متغير إنها عدد ما مضروب في المتغير يمكن أن نسميه المعامل ضرب المتغير يساوي شيء آخر كل ما عليك عمله هو فقط أن تقسم الطرفين على سبعة في هذه الحالة نحن نقسم الطرفين على المعامل فإذا قسمت الطرفين على سبعة، ماذا يحصل؟ آه إذن سبعة ضرب شيء ما مقسومة على سبعة سوف تكون آه فقط ذلك الشيء الأصلي حيث سبعة وسبعة يلغيان بعضهما وأربعة عشر مقسومة على سبعة تساوي إثنان بالتالي الحل هو x تساوي إثنان ولكن فقط لجعلها ملموسة جدا في ذهنك، ما يحدث هنا هو أننا عندما نقسم طرفي المعادلة على سبعة، نحن حرفيا نقسم الطرفين على سبعة، هذه معادلة إنها تقول أن هذا يساوي ذلك، أي شيء أقوم به على الطرف الأيسر يجب أن أقوم به على اليمين. إذا كانت تبدأ بالمساواة لا أستطيع أن أفعل فقط عملية على طرف واحد وتبقى المعادلة متساوية إنهما نفس الشيء بالتالي إذا قسمت الطرف الأيسر على سبعة دعوني أقسمها إلى سبع مجموعات لدينا سبعة إكس هنا لذلك هذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ذلك واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة مجموعات. الآن إذا قسمت ذلك إلى سبع مجموعات، فعلي أيضاً... علي أيضاً أن أقسم الطرف الأيمن إلى سبع مجموعات. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. فإذا كان كل هذا الشيء يساوي كل هذا الشيء، فإن كل من هذه القطع الصغيرة التي قمت بتجزئتها هذه القطع السبعة ستكون متماثلة فإن هذه القطعة يمكن القول أنها تساوي تلك القطعة هذه القطعة تساوي هذه القطعة إنها كلها قطع متماثلة وهناك سبع قطع هنا وسبع قطع هنا بالتالي كل اكس تساوي كائنين من هذه الكائنات بالتالي نحصل على اكس تساوي في هذه الحالة لدينا كائنين من الكائنات المرسومة بالتالي اكس تساوي اثنان والآن دعونا نحل بضعة امثلة اخرى هنا وذلك حتى تستوعب بشكل أفضل أننا نتعامل مع معادلة وأي عملية تقوم بها على طرف معين من المعادلة عليك القيام بها على الطرف الآخر لذا دعوني أنتقل للأسفل قليلا لنقل أن لدي لدي ثلاثة إكس يساوي خمسة عشر الآن مرة أخرى ربما يمكنك حلها في ذهنك وتقول أن هذا يعني ثلاثة ضرب رقم ما يساوي خمسة عشر. يمكنك أن تذهب إلى جدول الضرب الخاص بثلاثة وتجد العدد. ولكن إذا كنت تريد فقط القيام بذلك بشكل منتظم وهو من الجيد أن تفهمها بشكل منهجي نقول حسنا هذا الشيء على اليسار يساوي هذا الشيء على اليمين ماذا يجب علي أن أفعل لهذا الشيء على اليسار حتى يبقى لدي X هناك؟ حتى يبقى لدي X هناك علي أن أقسمها على ثلاثة وما يجعلني أقوم بذلك هو أن ثلاثة ضرب شيء مقسوماً على ثلاثة الثلاثة سوف تلغي بعضها آه، وسوف يتبقى لدي إكس الآن لدينا ثلاثة إكس يساوي خمسة عشر اذا أنا قسمت الطرف الأيسر على ثلاثة من اجل ان تبقى المساواة صحيحة آه، يجب ان اقسم الطرف الأيمن على ثلاثة الآن ماذا يقدم لنا هذا اذا على الطرف الأيسر سوف يتبقى لدينا آه إكس بالتالي آه، سوف تكون هذه فقط إكس ثم على الطرف الأيمن ما هو خمسة عشر مقسوما على ثلاثة؟ حسنا إنها فقط خمسة الآن يمكنك أيضا أن تحل هذه المعادلة بطريقة مختلفة قليلا رغم أن هذان متماثلان وسوف أبدأ بثلاثة إكس تساوي خمسة عشر وسوف تقول لي بدلا من القسمة على ثلاثة يمكن أن أتخلص من هذه الثلاثة ويتبقى لدي x إذا ضرب طرفي هذه المعادلة بثلث فإذا ضرب طرفي هذه المعادلة بثلث هذا يجب أن يعمل أيضا آم. لاحظ ثلث الثلاثة يساوي واحد يعني عندما نضرب هذا الجزء هنا ثلث ضرب ثلاثة يساوي واحد واحد إكس آم. وهي تساوي خمسة عشر ضرب ثلث أي أنها تساوي خمسة وواحد ضرب x هو نفسه x بالتالي هذا يعني أن x تساوي خمسة وهذه في الواقع طرق متماثلة للقيام بذلك حيث أنه إذا قسمت الطرفين على ثلاثة هذا مكافئ لضرب طرفي المعادلة بثلث هنا الان دعونا ناخذ مساله اخرى وسوف اجعلها اصعب قليلا وسوف اغير المتغير قليلا اذا لنقل انه لدي اثنان واي زائد اربعه اربعه y يساوي يساوي ثمانية عشر الآن هذه من الصعب أن تحلها في ذهنك نحن نقول أن اثنان ضرب شيء ما زائد أربعة ضرب نفس هذا الشيء سوف يساوي ثمانية عشر بالتالي من الصعب التفكير بهذا الشيء يمكنك أن تجرب لنفرض أن واي تساوي واحد فهذه ستكون اثنان ضرب واحد زائد أربعة ضرب واحد وهذا لن يعمل ولكن دعونا نفكر في كيفية القيام بذلك بشكل منهجي تستطيع أن تستمر بالتخمين ولكن كيف يمكن القيام بذلك بطريقة منهجية فاذا كان لدي اثنان واي فماذا يعني ذلك؟ حرفيا يعني أنه لدي اثنان واي مجموعان لبعضهما وهذا حرفيا واي زائد واي وأضيف على ذلك أربعة واي سوف أضيف على ذلك أربعة واي وهو حرفيا أربعة واي مجموعة لبعضها البعض أي أنها واي زائد واي زائد واي زائد واي وهذا يجب أن يساوي ثمانية عشر هذا سوف يساوي ثمانية عشر إذا هذا سوف يساوي ثمانية عشر الآن كم واي لدي هنا على الطرف الأيسر؟ كم واي لدي؟ لدي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة واي ويمكن تبسيط ذلك إلى 6 واي يساوي 18، وإذا فكرت فيها فهذا منطقي جداً، حيث هذا الشيء كلها هنا، 2 واي زائد 4 واي يساوي 6 واي، إذاً 2 واي زائد 4 واي يساوي 6 واي، وهذا منطقي إذا كان لدي تفاحتين زائد أربع تفاحات، فسوف يكون لدي ست تفاحات. ونفس الشيء إذا كان لدي 2Y زائد 4Y فيكون لدي 6Y. وهذا سيساوي 18. والآن آمل أننا نفهم كيف نحلها. إذا كان لدي 6 ضرب شيء ما يساوي 18 إذا قسمت طرفي هذه المعادلة على 6 أحصل على هذا الشيء. بالتالي نقسم الطرف الأيسر على 6. نقسم الطرف الأيسر على ستة ونقسم الطرف الأيمن على ستة ويتبقى لدينا واي تساوي واي تساوي ثلاثة ويمكن أن تجرب ذلك هذا ما هو رائع في المعادلات يمكنك دائما التحقق لمعرفة ما إذا كانت حصلت على الإجابة الصحيحة دعونا نرى ما يمكن أن نفعل هنا 2 ضرب 3 زائد 4 ضرب 3 ماذا يساوي؟ إذا 2 ضرب 3 هنا يساوي 6 وثم 4 ضرب 3 هو 12 بالتالي 6 زائد 12 بالتأكيد يساوي 18 إذا هذا صحيح